يقول: ما حكم الذين يلعبون الورقة؟ إن كانت بعوض هذا قمار، إن كان لعب الورق بعوض هذا قمار ميسر حرام، أكل للمال بالباطل، وإن كان بدون أخذ عوض فهو له يشغل عن الصلاة ولا فائدة فيه، ولا يليق بالمسلم أن يضيع وقته في مثل هذا. وأيضا هذا يدفع إلى مخالطة السفهاء ومجالسة السفهاء، لأنه لا يلعب الورق إلا سفهاء، فلا يجوز. إن كان بعوض فهو ميسر، وإن كان بغير عوض فهو مضيعة للوقت، وربما يكون فيه كلام محرم أو أشياء غير لائقة، أو يشغل عن الصلاة مع الجماعة. نعم.